السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين، وبنشرف بانضمامكم لنقابة المحامين. انتم الجيل اللي هيحمل راية نقابة المحامين مستقبلا، هتكملوا المسيرة بتاعت المحامين الكبار ومجلس النقابة والنقيب سامح عاشور. الأمل فيكم انتم. أنا هوصيكم بحاجة بس واحدة، دايما الأخلاق بالنسبة لمهنة المحاماة أهم من أي حاجة، أو أهم حاجة بالنسبة للشعب عموما. فكل ما هنمتاز بالخلق، كل ما هنمتاز بالعلم، وامتازنا بالأخلاق وبالعلم هيخلينا محامين على درجة عالية جدا من الكفاءة، هيخلينا نقابيين ممتازين. وبتمنى لكم كل توفيق، وألف مبروك لانضمامكم لنقابة المحامين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.